الولايات المتحدة الأمريكية انتقمت من الفصائل المسلحة العراقية صباح هذا اليوم بضربات جوية عنيفة للغاية. الإعلان الرسمي جاء من قبل القيادة المركزية الأمريكية بهذا الشكل. والمزيد من التفاصيل عن هذه الضربات نشرت على الأسوشيتد بريس وكذلك على مواقع التليجرام التابعة للفصائل المسلحة العراقية. الضربة جاءت في الداخل العراقي هذه المرة وجاءت إلى جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد، تحديدا إلى داخل جرف الصخر وبشكل خاص باتجاه قرية الإسعيدات الموجودة في جرف الصخر. والأهداف هي كانت عبارة عن هدفين عن منشأتين تابعة للفصائل المسلحة. واحدة من هذه المنشآت هي عبارة عن مقر للعمليات والأخرى هي مقر للقيادة والسيطرة الخاصة بالفصائل المسلحة. وجاءت الطائرات الأمريكية لتقوم باستهداف هذه المقرات ودمرتها بالكامل. وهذا هو الذي أدى في نهاية المطاف إلى مقتل 8 عناصر من الفصائل المسلحة العراقية بالإضافة إلى جرح 4 من هذه الفصائل. والولايات المتحدة الأمريكية بررت تماما هذه الضربات ولماذا قامت بها، قالت بأنها كانت كردت فعل من الولايات المتحدة الأمريكية على هجمات قامت بها الفصائل المسلحة العراقية على قاعدة عين الأسد، القاعدة العراقية التي يتواجد فيها مستشارية التحالف الدولي. قالوا بأن كان هنالك هجوما صاروخيا تجاه هذه القاعدة، وهو الذي دفع الولايات المتحدة لكي تقوم بهذه الضربة على جرف الصخر. والضربة الأمريكية هي تأتي بعد 24 ساعة فقط من ضربة أمريكية أخرى أيضا تجاه الفصائل العراقية وتحديدا أيضا في العراق طبعا بشكل مباشر. والطائرة طبعا كانت قد حققت استهدافا على عربة تابعة للفصائل المسلحة أيضا وضربتها ودمرت هذه العربة أو السيارة التي كان فيها عدد من العناصر من هذه الفصائل. وطبعا كان هنالك عدد من القتلى بحسب التقارير التي أكدتها الولايات المتحدة الأمريكية من مصادر غربية أيضا. وقالوا أيضا بأنها كردت فعل على ضربة صاروخية أخرى جاءت على قاعدة عين الأسد، وقالت بأن هؤلاء الذين تم استهدافهم هم مسؤولين عن هذا الهجوم. وبالتالي كانت هنالك لقطات طبعا لهذا الهجوم الذي نتحدث عنه في 24 ساعة الماضية. لا أقصد جرف الصخر، أقصد هنا على الخط السريع لأبو غريب من الضربة التي نتحدث عنها، هي جاءت بهذا الشكل الذي نراه الآن. والفوكس نيوز الأمريكية كانت قد أكدت بأن القتلى يقدر عددهم من 5 إلى 8 في هذه الضربة. وفي العاصمة العراقية بغداد كان واحدا فقط هو الذي واحد، وتم طبعا من الذين قتلوا وتم تشييعه طبعا في شارع فلسطين في العاصمة العراقية بغداد. الضربة كانت بهذا الشكل بحسب التسجيلات الخاصة من الفلايت رادار التي أظهرت الطائرة الأمريكية الحربية وهي تحلق بهذا الشكل المكثف بين قضاء هيت وبين حديثة، وهنا طبعا تقع تقريبا قاعدة عين الأسد. واضح بأنها كانت قادمة من الشمال وبعد ذلك قامت بالتحليق، ويبدو بأنها كانت تتتبع من أطلقوا الصواريخ على هذه القاعدة وحلقوا فوق الرمادي، وبعد ذلك تعدت الفلوجة ووصلت إلى الخط السريع الخاص بأبو غريب وتم هذا الاستهداف. وبحسب تسجيلات الفلايت رادار سجلت هذه الطائرة الأمريكية التي ترونها أمامكم وهي من نوع AC-130J Ghost Rider، وهي من الطائرات الأمريكية المتخصصة تماما في تحقيق استهدافات فعالة على الأهداف الأرضية، متخصصة تماما بتوجيه مثل هذه الضربات. وهنا طبعا هذه المسألة، والبعض يتساءل لماذا التصعيد الآن في العراق وضرب هذه الأهداف بالعراق بهذا الشكل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هي تأتي لعدة أسباب، والسبب الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن الحكومة العراقية لم تفعل شيئا لمنع الفصائل المسلحة من القيام بهذه الهجمات. نتحدث عن أكثر من 66 هجمة على القواعد التي يتواجد فيها مستشارية التحالف الدولي في العراق أو حتى على المستوى السوري، رغم المزيد الكثير من الطلبات من الولايات المتحدة لم يتحقق أي شيء في هذه المسألة. والأمر الآخر هو تصعيد الفصائل المسلحة الكبير تجاه قواعد مهمة مثل قاعدة عين الأسد. فهذه هي لقطات الهجوم الذي جاء من الفصائل المسلحة قبل ردة الفعل الأمريكية على جرف الصخر. تلاحظ الصواريخ التي تنطلق لا تبدو كالصواريخ
التي عادة ما نرى الفصائل تستخدمها ضد القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية ومستشارية التحالف الدولي، ومقاطعا قد تمت نشرها على مواقع التليجرام التابعة للفصائل العراقية توضح وأكدت بأن هذه هي الأضرار التي جاءت في قاعدة عين الأسد من الهجوم الذي رأيناه قبل قليل. وهذه النقطة تبدو وكأنها نقطة لتواجد القوات الأمريكية هي التي دمرت بهذا الشكل. وكذلك كان هنالك ضبطا لمنصات إطلاق الصواريخ، وستلاحظ بأنك أمام منصتين كبيرة للغاية، وهذه المنصتين موجودة بشاحنة كبيرة كما تلاحظون، أي صاروخين في الشاحنة، والشاحنة كبيرة للغاية كما تلاحظون، تقريبا لوري الذي نتحدث عنه هو الذي يحمل هذين الصاروخين. وطبعا هذا يوضح بأنك أمام صواريخ كبيرة وليست بالعادية، والمنصات ضخمة مقارنة بمنصات إطلاق صواريخ الجراد التي عادة ما تستخدمها الفصائل المسلحة. اعتدنا في العراق أن نرى صواريخ الجراد وصواريخ الكاتيوشا، لكن نحن أمام منصات كبيرة لسبب ما تتطابق في الحجم مع الصواريخ التي رأيناها مؤخرا والتي أعلنت عن حيازتها الفصائل المسلحة في العراق. أعلنوا عن حيازتهم لصاروخ الأقصى واحد الذي يتطابق تماما في المواصفات والهندسة مع والهندسة الخاصة بهذا الصاروخ مع صاروخ فاتح 110 الإيراني الذي يصل مدى إلى 250 كيلومترا، بالإضافة إلى المنصات الصاروخية الخاصة بصاروخ صارم الذي أعلنت الفصائل المسلحة بأنها الآن أصبح هذا الصاروخ يعني تحت حوزتها، و أصبح هذا الصاروخ متوفرا بالنسبة لها. والصاروخ يتطابق أيضا من ناحية الشكل والتصميم بصاروخ BM-120 الإيراني الذي أعلنت إيران عنه في ديسمبر من عام 2021 والذي يصل مداه أيضا إلى 120 كيلومترا. من الصواريخ البالستية الإيرانية المعروفة التي تعتبر من الصواريخ قصيرة المدى، وبالتالي المنصات نراها لا تتشابه مع المنصات التي نراها، لكنها تتطابق تماما مع طبيعة الحجم. وهذا يوضح بأن القواعد التي يتواجد فيها مستشارية التحالف الدولي في العراق الآن بدأت تستهدف بهذا النوع من الصواريخ، من الصواريخ البالستية. وأعلنت عن هذه المسألة بشكل واضح وأكدتها سابرينا سينغ، وهي نائبة السكرتير الصحفي في وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون ووزارة الدفاع الأمريكية طبعا، والتي قالت بأن هنالك استخداما طبعا للبلستيك ميسلز كما تلاحظون، كلوز رينج بلستيك ميسلز أو ميسل هي التي استخدمت طبعا في الاستهدافات على قاعدة عين الأسد، وأكدت أن هنالك جرحى بين القوات الأمريكية وتدميرا لنقاط مرتبطة بالبنى التحتية أو المنشآت الموجودة في قاعدة عين الأسد. وواضح جدا هذا هو السبب الذي دفع الولايات المتحدة لكي تقوم بردة الفعل إن كانت على مستوى أبو غريب أو إن كانت في جرف الصخر كما رأينا صباح هذا اليوم. واضح جدا أن الإعلان الذي صدر من الولايات المتحدة الأمريكية كما وثقته الوول ستريت جورنال في 25 من أكتوبر، قالت أن منظومات الباتريوت ستنتشر في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من الدول التي من المفترض أن تنتشر فيها منظومات الباتريوت هي العراق بشكل واضح كما تلاحظون. واضح أن هذه المنظومات لم تصل حتى هذه اللحظة للعراق أو لم يتم تنصيبها أساسا في قاعدة عين الأسد، وبالتالي هذه الصواريخ لا يمكن صدها إلا بمنظومات باتريوت أو أعلى، وبالتالي هذه الهجمات خطيرة وخطيرة للغاية. والأي بي سي نيوز الأمريكية كانت قد وضحت بشكل واضح بأن هذه هي المرة الأولى منذ سنين، منذ عام 2020 يتم استهدافهم أساسا بهذه الصواريخ البالستية، لأن في 2020 كان هنالك استهدافا مباشرا من قبل الجانب الإيراني بنفس الصواريخ البالستية فاتح 110 بهذا الشكل، انتقاما لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني كما نتذكر في حادثة مطار بغداد الشهيرة. انتقمت إيران بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. والمثير للدهشة والمثير في هذه المسألة بأن رغم الضربات الأمريكية إلا أن واضح جدا أن الردع لم يتحقق، فالفصائل العراقية أعلنت عن مسؤوليتها عن ضربة تجاه قاعدة الحرير صباح هذا اليوم. وقبل قليل وقبل دقائق من أن نبدأ هذا البرنامج كان هنالك أيضا استهدافا لقاعدة الحرير الأمريكية الموجودة في إقليم كردستان، وبالتالي الاستهداف بالطائرات المسيرة هو مستمر بشكل واضح. أين هي الحكومة العراقية من كل ما يجري؟ نحن أمام معركة بين الطرفين، فعل وردة فعل. كان هنالك بيانا قد صدر من الحكومة العراقية بهذا الشكل، في هذا البيان طبعا أوضح تماما و
وندد تماما بما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا خروج تام عن المهمة الموكلة للولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي. من المفترض أن يكون دورها استشاري وتدريبي، ولكن جاءت هذه الضربات الهجومية من وجهة نظر العراق بهذا الشكل، والعراق لم يبلغ بهذه المسألة، وبالتالي البيان العراقي انتقد تماما الجانب الأمريكي فيما تم من ضربة تجاه جرف الصخر، ولكنه أيضا في نفس الوقت انتقد الفصائل المسلحة التي تقوم بالهجمات بهذا الشكل المتكرر على أماكن التواجد والقواعد التي يتواجد فيها مستشارية التحالف الدولي، وهذا ما ذكر في هذا النص المهم. وأكد البيان الآتي أن أي عمل أو نشاط مسلح يتم ارتكابه من خارج المؤسسة العسكرية يعد عملا مدانا ونشاطا خارجا عن القانون، ويعرض المصلحة الوطنية العليا للخطر، وأن أي عناصر مسلحة أو غيرها لا تلتزم بهذا المبدأ فإنها تعمل بالضد من المصلحة الوطنية العليا، وستتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالح العراق العليا. وهذا طبعا الوضع والتصعيد الكبير الذي يأتي في العراق. طبعا الأمور تتصاعد في العراق، ولكن هنالك هدنة تم الإعلان عنها في قطاع غزة وتبادل الأسرى وتهدئة للوضع، ولكن واضح جدا أن الأنظار الآن تتجه للعراق مع هذا التصعيد، وسنرى ما سيحدث في الفترة القادمة.